يعطيكم العافية. طبعا مشاهدينا نرحب معنا في ضيافتنا الدكتور محمد الكندري اللي حصل على المركز الرابع في مسابقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي. يا هلا ومرحبا فيك بلاي الكويت وألف مبروك الجائزة. حياكم الله. الله يسلمك. تستاهل كل خير. حياك الله دكتور. أيضا مبارك حق زميلك محمد خورشيد اللي ما قدر يكون اليوم ويانا، حصل هو على المركز الثالث. نعم صحيح. حضرتك عرابة، نبي نتكلم بالبداية عن هذه المسابقة. عرفت أنك من أسبوع تقريبا من 15/3 كان موعد توزيع الجوائز تقريبا، واليوم موجود ويانا في ليالي الكويت. كلمنا شوي عنها. الحمد لله. أولا المسابقة هذه في نسختها السادسة، يعني بدأت تقريبا قبل 6 سنين، وبسبب شهرتها وطريقتها في التحكيم وسمعتها في عالم التصوير كل سنة قاعدة تزيد فيها عدد المشاركات. هالسنة كانوا المشاركين 90,000 مصور من أكثر من 150 دولة، عدد الصور اللي تم تسليمها 250,000 صورة. فيها 4 محاور، احنا يمكن أغلب المصورين شارك بال4 محاور، حطوا صورها بكل المحاور. في محور رئيسي بهالمسابقة، كل سنة يختارون اسم للمحور الرئيسي، المحور الرئيسي يكون عليه أعلى قيمة في الجوائز، فهو المحور اللي يكون عليه على قولتهم يعني الضغط، المصورين كلهم يحاولون يفوزون بالمحور هذا. السنة هذه الحمد لله توفقنا، يعني من أصل 6 فائزين بالمحور 2 منهم كانوا من الكويت، فهذا كان رقم. السنوات السابقة ما كان في أي، يعني السنة اللي فاتت ولا كويتي فاز، السنة اللي قبلها أظن ولا كويتي، يمكن آخر كويتي فاز يعني زميلنا علي الزيدي أيضا فاز في المسابقة، وما شاء الله في السنة هذيك حصل على المركز الأول. ليش اخترت محور التحدي تحديدا؟ يعني احنا شاركنا بكل المحاور لكن الله كتب لي الفوز محور التحدي، كذلك في أحد المحاور الأخرى أيضا أنا وصلت للفاينلز، حتى صورتي موجودة انطبعت بالكتاب، لكن الدرجة الكبيرة كانت على صورتي في التحدي أساس شذي أنا فزت فيها. نعم الحمد لله. يعني نعم عرفنا أن يعني طبيعة المسابقة شوي لها خصوصية بالنسبة لك كمصور، لكن ليش يعتبر هذا الإنجاز فريد من نوعه؟ لأن هو كل ما زاد، يعني المتعارف عليه أن كل ما زادت قيمة الجائزة زاد عدد المشاركين فيها، فصار أصعب أنك تفوز. قيمتها المادية ولا المعنوية؟ قيمتها المادية. إيه نقدر نعرف كيف؟ اي عادي ما عندي مشكلة أقول حشرية. لا عادي عادي. طبعا أنا إذا بقول قيمتي بقول قيمة محمد خورشيد عشان يلا أنا هو الثالث. هو الثالث وأكثر مني. أكثر الثالث. كم الثالث؟ أنا 12,000 دولار وهو 15,000 دولار. عليك بالعافية. بس لأن الله يعافيك، لأن في 4 محاور والجوائز كلها بالآلاف، فكقيمة تعتبر عالية جدا، يعني مجموع الجوائز ما يتكرر إلا في مسابقتهم، لذلك عدد المشاركات جدا كبير، كل من وده يفوز. أكيد. فالتنافس يصير وايد صعب. 250,000 صورة حول العالم، يعني هم يعطيك ألف عافية. بعدين هم يسوون تصفيات يعني في جولة أولى وجولة ثانية، فالصورة وايد وايد على قولتهم يحكمونها ويشوفونها لمن توصل المرحلة هذه. أنا برجع على موضوع المحور التحدي، يعني يعتبر أن محور التحدي هذا في الواحد يعني من اسمه، شنو اللي ميزكم فيه؟ يعني شنو الشيء اللي خليت يعني انتم نفسكم تفوزون بهذا المحور؟ هو طبعا كل سنه يختارون محور رئيسي ويعطونا اسم معين ويطلبون من المصورين يشاركون بصوره تعبر عن هذا المحور. فمثلا سنه من السنين كان المحور الضوء، سنه من السنين كان صناع المستقبل، السنه هذه كان التحدي، السنه الجايه هم اعلنوا اوريدي السنه الجايه المحور اللحظه. فهم يبون صوره إذا شافها الحكم أو شافتها لجنة التحكيم يفهمون منه أن في تحدي معين موجود بالصورة. شو اللي ميزكم يعني فيها؟ أنا صورتي اللي ميزها صورتي كانت يمكن حق طفلة لاجئة سورية ترعى، يعني البنت اللي أنا صورتها يمكن عمرها 6 سنين قاعد ترعى أختها الصغيرة في غياب الوالدين، لأن رايحين يدورون شغل وهم في مخيم عشوائي للاجئين ما بين الحدود السورية الأردنية في عز فصل الشتاء. ف يعني أهم أنا شفتها كذي وهم أشوى شافوها بنفس الطريقة، أن صورة تبين تحدي من أكثر من زاوية. هذه الصورة اللي إحنا بنشوفها اللي فازت؟ هذه لا، هذه أيضا كانت بمخيم لاجئين بالأردن، اللي قبلها يمكن كانت بأفريقيا. صورتي أنا مع محمد خورشيد بعد التكريم، فالصورة كانت تعتبر تحدي. هذه صورة ما لها شغل بشيء. يمكن اللي يتابع الدكتور محمد للصورة أكيد كل مصور يكون له طقوس معينة. أي. يعني خاصة أن الفنان دائما يكون له إحساس مختلف عن باقي الناس. شو هي طقوس محمد الكريم؟ غالبا ما تلقى مصور متخصص في كل شيء. صحيح. يعني غالبا المصور يكون متخصص في شيء واحد وهو يحبه. أنا تخصصي الفعلي في تصوير الحياة البرية بأفريقيا، فأنا أسافر كل سنة 2-3 مرات أفريقيا بس عشان أصور الحياة البرية هنا. ما كان فيها تحدي بأفريقيا كنت ممكن تشارك فيه بهالسنة؟ كان ممكن، بس ما كانت عندي صور من أفريقيا تعكس طابع التحدي. الصور اللي كانت عندي كانت غالبا صور الناس اللي يعيشون في أجواء فقيرة، فأنا عندي شقين في التصوير.
أصور الحياة البرية بأفريقيا وأصور أيضا اللاجئين ومعاناة الناس سواء بأفريقيا أو حتى في قارة آسيا. هذه النوعية تستهويك أكثر اللاجئين. يعني الصور أي بس فرق يعني أنا لما أروح مخيمات اللاجئين أنا ما أروح بهدف تصوير أبدا، كاميرتي شايلها وياي، لكن أنا أروح لأن إحنا نقدم إغاثات، أنا أروح مع الرحمة العالمية، كاميرتي وياي، إذا سمح الوضع صورت، إذا ما سمح ما أصور، فالهدف الرئيسي ما هو تصوير. أما الحياة البرية الصور اللي قاعد تنعرض الحين، أنا أروح أفريقيا عشان أصور حياة برية. شنو أصعب صورة صورتها بأفريقيا؟ أصعب صورة تو انعرضت يمكن الشيتا اللي قدامها ذيل، هذه في السيف ناشونال جيوغرافيك سنة 2015. حلو. يمكن بعد شيمان دكتور محمد يعني تخصصه بعيد عن هذه الهواية. هذه هي الصورة اللي يتكلم عنها قبل. عجيبة. هذه فزت فيها ب 2015. ليش حبيت الصورة هذه؟ الصورة هذه أنا مو بس مصورهم، أنا أتابعهم من كانوا صغار بأفريقيا. فكل ما أسافر. كل سنة تشوف. كل سنة أشوفهم لين كبروا طبعًا هم كانوا. هذه شلون كانت الصعبة يعني؟ وين الصعوبة فيها؟ شيتا صاعدة وشيتا نازلة. اي صح اثنين. انت قاعد تشكتر تنطرهم عشان ينزلوا؟ هذول ثلاثة ايام انا كنت اطلع لهم من الصبح للمغرب. لغايه لما القط طبعا هني وهم كبار انا صورتهم وهم صغار ويا امهم وانعرضت الصوره بناشونال جيوغرافيك. بس ما قربت منهم انت ها؟ لا انا اقرب يعني مسافه مترين ثلاثه عادي، انا اكون قاعد داخل السياره. فمن ناحيه امان ماكو مشكله. بس هذول لان انا اتابعهم على مدار ثلاث سنين فانا وايد حابهم يعني. حلو. يمكن الفنان بعد يوم يتاثر وخاصه يمكن مصور شوي يوم تكون وظيفته بعيد عن الهوايه اللي هو حابها يا انه يبدع فيها يا انه بالعكس. لكن الدكتور ما شاء الله محمد كندري رئيس قسم الحاسب الالي في كليه التربيه الاساسيه بعيد يعني تمام بعيد وايد عن موضوع التصوير. بعيد جدا. شلون شايف الربط يعني بينهم؟ انا يمكن حبيت التصوير قبل ما حتى اخذ الدكتوراه واصير عضو هيئه التدريس، بس ما يمنع يعني هواية. انا لما اكون في شغلي يكون شغلي انسى هوايتي. غالبا امارس هوايتي برا الكويت غالبا بالاجازات متى ما حصلنا متعتك إجازة. بالتصوير هذا شلون متعتك لان هوايتك وناستي بالتصوير فيها تعب ترى. الناس وايد تشوف صورنا تحس ان الموضوع وايد سهل، الموضوع وايد متعب. بس ما شاء الله عليك يعني تعبك جايب نتيجه يعني حامل جائزه يعني فضل من الله. نعم. كنت دكتور محمد ايضا لجنه تحكيم في الكويت في دول الخليج الحمد لله. فاليوم يوم تكون انت مصور وفايز في مثل هذه الجائزه وايضا لجنه تحكيم شنو التشالنج بالموضوع؟ بالعكس هذا يدربك على هذا والعكس صحيح. أيوة. لما تشارك وايد تبدا تفهم عمليه التصوير اكثر، تبدا تفهم ذوق الحكام ليش تفوز هنا وما تفوز هنا. ولما تصير حكم هم تقدر تعرف الحكام شلون يفكرون فتقدر انت تشارك بمسابقات. بس انا الان من بعد ما قمت احكم مثلا مجموعه من المسابقات يعني يرتفع الستاندرد عندك تطمح تفوز بجوائز معينه. فباجي اللي يمكن جائزتين ثلاثة دعواتكم إن شاء الله إن شاء الله تستاهل مدخلين على الكبار. نعم. يمكن جائزة ناشونال جرافيك اللي هي 2015 كان فيها تحدي هالجائزة شنو تفاصيلها؟ وايد لأن ناشونال جيوغرافيكس مشكلة ناشونال جيوغرافيكس أنهم شغلتهم مبنية على التصوير أصلا من أكثر من 100 سنة. صحيح. فهم يشوفون كمية صور مو طبيعية كل يوم هذا شغلهم فصعب أنك تبهرهم بصورة يعني. فأنا مجرد أني أفوز معهم هذا كان إنجاز بالنسبة لي. إنجاز عالمي أكيد. الحمد لله. الحمد لله. حلو. طيب أنا في يعني عادة يقولون أن كل فنان يكون عنده صورة مميزة تكون هي البيبي المفضلة عنده. شنو الصورة من بين الصور اللي التقطتها أنت هي المميزة عندك؟ وايد بس يمكن الصور اللي انعرضت في ناشونال جيوغرافيكس يعني عندي صورة صورتها يمكن حق فيل وقت الغروب في ماساي مارا بكينيا. الصورة وايد حبيتها لأن واحد من الكتاب بناشونال جيوغرافيكس حطها بمقالة وكتب بالمقالة أفضل 10 صور شفتهم بحياتي كان حاط هذه منهم فوايد أحبها. حلو. صورة الشيتا هذه هي ويا خواتها وأمهم وايد أحبهم لأن صورهم وايد انتشرت عندي بعضها حتى انحطت في جرائد في بريطانيا وكذا. هذه الهواية تمارسها من كم سنة تقريبا؟ أنا بديت تقريبا سنة 2005 تقريبا. بس جديا هذه نفس الشيتا بس هني مع يوم كانوا صغار جمعهم هني يوم كانوا صغار مع امهم فكانوا على طول مع امهم تقدر تصورهم طبعا كانوا سته تموا اثنين اربعه ماتوا. شوف الام شلون حنونه لا مع عيالها. حلو. ها مناسبة عيد الأم بعد قمة الأمومة يعني. يمكن دكتور محمد يعني دائما يقولون المصور يوم تخيره بين صور يقول كلهم عيالي وأعزهم وماكو فرق بينهم. بالضبط. لكن نرجع وياك البدايات قلت 2005 يعني 2005 تقريبا 2005 نبي أول كاميرا أو أول صورة التقطها أول كاميرا كانت كانون 20 دي كاميرا بسيطة موجودة عندي للحين وايد أحبها. والصورة شنو كانت؟ صورة أذكر صورت ورد فكنت توني قاعد أتعلم يعني
وأنا دائما أنصح مصورين أقول لهم إذا شريت كاميرا روح أحضر دورات تعلم. أنا ما دشيت دورات فتميت سنين بس أتعلم، يمكن لو داش دورات كان اختصرت على نفسي الوقت وايد، بس بديت بذاك الوقت. أما يعني بشكل جدي أنا بديت يمكن بعد 2011، يعني اللي قمت أجاوب للشغلة أحسن يعني طبعاً يوم خلصت الدراسة. اي تكون بروفيشنال للشغل، مو نفسنا احنا، احنا الكل يصور سيلفي ويصور تليفونات. التليفون تقدر تسوي شغل بعد، يصير صح الحين مع الفلتر ومع كل شيء، هذا كل شيء يصير حتى بالتليفون. يمكن دائما يقولون ان المصور يكون عايش بعالم ثاني شيمان، يعني يوم هو والعدسه وجاب اي لحظه يحب يلتقطها يكون موضوع ثاني، تسوي ياك الحاله. اي غالبا كل الفنانين كذي، فتشوف احنا مثلا تعودنا نمسك تليفونات، لما نصور ننسى التليفون بالضبط، ننسى السوالف، ادش بالشغف اللي انت تحبه. عموما الفنانين كذي، حتى اللي يمسك ريشه ويرسم لك نظره بالزوايا حتى اللي تاخذهم انت بالتصوير. ما يعني ما افكر بالموضوع مسبقا، تاخذ عفويه يعني، يعني على قولتهم من كثر ما صورنا وشفنا بالسجيه بوقتها تي، يعني يوم وقت ما ندش بالمود مال التصوير تي الافكار. بس ما انا شخصيا ما قاعد اخطط قبلها انه والله انا بصور كذا وكذا، لا، ما بالذات بالحياه البريه ما ادري شنو راح اصور، بس بوقتها تي الافكار. اكيد تخصص جميل لك، دورات اكيد تنقلها للناس المتابعين اللي يحبون يتابعك. اقدم دورات بس مو وايد، يعني مشكله ماكو وقت. حلو، فقليل الدورات اللي اقدمها، بس ما اقصر ويا احد، اي احد يبيني اساعده في اي شيء بالعكس. عموما احنا نتمنى لك التوفيق ونورتنا لكم. والف الف مبروك على هالجائزه، هاي تستاهل كل خير ان شاء الله. شكرا. ومنها للاعلى يا رب. مقابلة نورتنا طيبة، ما قصرتوا، يعطيكم العافيه. مشاهدينا، لكل محبين الدايت والرشاقه واللي يحبون يهتمون بصحتهم، لا تروحون بعيد، بعد قليل دايت كير.